على وقع طلقات الرصاص هذه تشرق شمس اليوم الخامس على التوالي، والبطولة السنوية للرماية بشرطة عمان السلطانية تشهد قوة في المنافسة بين تشكيلات شرطة عمان السلطانية سعيا إلى تحقيق أفضل النتائج. وقد جاءت نتائج البطولة في مسابقتي الرماية بالمسدس والبندقية على النحو الآتي: الحمد لله رب العالمين، المعنويات عالية. تكمن أهمية هذه البطولة في تأهيل وتدريب منتسبي شرطة عمان السلطانية في التعامل مع الأسلحة وتأهيلهم في هذا الجانب. البطولة تشهد منافسة قوية في هذا العام، ونحن الحمد لله استعدينا لهذه البطولة بوقت كاف، وإن شاء الله نحصل على مراكز متقدمة، وإن شاء الله نحيز على درع البطولة بإذن الله. طبعا استعدينا هذه البطولة يعني بوقت كافي الحمد لله رب العالمين، وهذه البطولة تشهد منافسة قوية بين الفرق. طبعا جميع الفرق مستعدة، والحمد لله نحن نطمح في حصولنا على المركز الأول ودرع البطولة إن شاء الله. تشرفنا في هذا العام بالمشاركة في بطولة شرطة عمان السلطانية للرماية، والتي تشهد تحدي ومنافسة قوية، وقد أخذنا التدريب الكافي، وإن شاء الله نطمح في الحصول على درع شرطة عمان السلطانية للرماية للشرطة النسائية. البطولة تقام على ميدان مجهز ومتكامل يعد ثمرة من ثمار الخطط الطموحة للقيادة العامة لشرطة عمان السلطانية للارتقاء بكفاءات منتسبيها من خلال إيجاد بيئة عسكرية تدريبية وتأهيلية تسهم في تعزيز المنظومة الأمنية في سلطنة عمان، وتضمن التوظيف والاستغلال الأمثل للموارد البشرية. الرقيب سيف بن راشد الشهومي من ميدان الرماية بوحدة شرطة المهام الخاصة بولاية قريات محافظة مسقط.